مطبخي مطبخ ليندا. اليوم راح اسوي لكم حلويات عربية وهي البقلاوة والكنافة سوا. يعني شو نسميها؟ كنافة بقلاوة، كيفكم؟ يعني راح نخلي هم قشطة وهم فستق وهم شعرية مع الكنافة، وهم راح نخلي عجينة بقلاوة، وعندنا سمنة اللي اني عندي بها فيديو، تعرفون عندي بها فيديو. هنا أنا فستق مطحون كوبين، والسمنة تقريبا ايش قد ما نحتاج اقول لكم. هسه هاي تقريبا كوبين الا شوية، نشوف ايش قد نحتاج، اي جزء اقل يجوز اكثر، على الاقل يعني على الاكثر اقل. نانا دهن الصينية 13 انش، يعني القطر مالتها هيجي دهنتها، وراح نروح نسوي القشطة. هسه نسوي الكريمة او القشطة، راح نضيف ملعقة كبيرة من النشا، قدر طبعا بارد هسه، واضيف هاي النوعية من الكريمة. يصير اثنيناتهم مع الحلويات ومع الطبخ يصير. ابدي اضيف شوية لاخ اسمها هافي ووبين كريم. اول شيء اذوب النشا، طبعا مثل ما قلنا القدر بارد، حامل اضافة الحليب كله الكريمة. طبعا هاي الكريمة وزنها 473 ملي، يعني 16 أونس، يعني كوبين. نار نضل نحرك حركة خفيفة كل خمس دقائق، بتحرك هيك خفيفة، اريد تدخن الكريمة بالنشا، بعدين نضيف المواد الباقية. بدل الخليط مع الحليب يدخل عندنا، راح نضيف ملعقتين كبار من السميد الناعم، السميد الناعم العادي ماكو، هاي اثنين ملعقتين كبار سميد ناعم اللي هو هذا. اذا ما متوفر عندكم ضيفوا طحين يصير ملعقتين كبار، شوفوا هذا سميد ناعم اذا متوفر عندكم. ونحرك، نريده شوي الاخ يدخن شي. تقريبا ثخن. هسه اللي اسويه اضيف ملعقة صغيرة من الهيل، ورا ما اطفي الفيديو اخلي وحدة اللخة بلا حسكم. بعدين نضيف السكر، هاي تقريبا صارت ثخنت، ونبدي نضيف السكر، سكر ربع كوب. طبعا السكر حسب الرغبة، تريدون اقل ازيد، لانه راح نخلي شيرة ما نحتاج هواية سكر. شي راح يبدي يثخن اكثر القوام، لان خلينا سميد راح يثخن القشطة اكثر. اخر شي اضيف ربع كوب من جبنة الموزاريلا، هاي اللي نسوي بيها البيتزا، بس تكون الملح مالتها مو كلش هواية، ديروا بالكم، يعني هذه 8% بس الملح مالتها، تنطينا طعم الكنافة، يعني القشطة مال الكنافة او الكنافة الجبن والقشطة. بردت وراح اضيف لها علبة من الكريمة، قشطة علب اريدها تصير كريمي اكثر. هذه 6 اونسات 170 غرام من القشطة اضيفها، نطينا شوية ونحرك. طبعا هسه بردت بدرجة حرارة الغرفة، يعني الفستق هنا كوبين قلنا مطحونة هيجي مو خشن كلش ولا ناعم، راح اضيف لها ربع كوب سكر، وراح اضيف لها شوية سمنة، خلينا نقول فد ملعقة كبيرة او ملعقتين هيجي، اخلطهم سوا. طبعا اذا حابين هيل اي طعم عاجبكم يعني حطوا عادي يصير، انا خليت هيل بالقشطة مو مشكلة ما نحتاج. بعد حرك الخطوة راح اسويها هي العجينة مال الكنافة، خليلها قليل هنا من السمنة، طبعا ونحرك حتى كل الدهن يتداخل ويا العجينة.
ماشي شويه. هاي الكنافة اللي سويناها بالسمنة راح نصفها مثل ما قلنا صينية مدهونة كطبقة سفلى للكنافة. عجينة الكنافة تتكرمش بال ما تنفش، بس عجينة البقلاوة تنفش عندنا فمو مشكلة. لهذا نخلي أول طبق نخليها العجينة مال الكنافة، نبدي نخلي من هذا الفستق اللي سويناه كطبقة ثانية. ونضغط. تقدرون نضيفهم بعد فستق بس اعتقد الكمية كلش كافية. شوية لاخ سمنة هيجي، بس هيجي امسحها كلها طبقات واحدة واحدة، مو اثنين اثنين، لا واحدة واحدة احسن. هنا عندنا 15 طبقة أو ورقة من عجينة البقلاوة، دا أمسحها كل طبقة بالسمنة. راح أسوي هيجي نشوف. هنا راح لزمت المسطرة ودا أقيس حتى تجي عدلة. شقد أشوف؟ تقريبا إنشين إلا شوية، خلينا نقول بالسنتيمترات 5 سنتيمترات. نقيس طبعا هنا نشوف على الحد على ما تطلع عدل، ونبدي نقطع العجينه كلها سوا، الطبقات كلها سوا ورا ما دهناها هيجي كلها هيجي. اسوي شرايط عريضة، هم سويتها مثل شرايط ورا ما دهنتها. راح نبدي هسه نسوي نكمل الشكل النهائي. قشطة جهزت حاضرة، خليها نمدها بالصينية. خليناها راح نرش رشة خفيفة من الفستق بأصف هذول هيجي. خلي هسه الشعرية نشوف هيجي، طبعا راح اسويها واحدة بعكس الأخ هيجي هيجي. نشيل الوجبة هاي خلي هيجي، وجبة ثانية بعدين هاي هيجي. شوفوا شلون، بعدين نعدل الشعرية. هذا قص الزايد، عندي مقص مع المطبخ مع الأكل، ده قص الزايد كله هيجي.
بالضبط هيك شيء عدله. بالنهايات حتى يطلع لنا شكل حلو راح اخلي كله هيك بالحافه كنافه حلوه راح تطلع بالنهايه شيء حلو. حلوه صارت مو دام امسحها شويه. اخليها بالفرن راح اخليها اعرف الوسط واعلقها على البيك يعني اعلق الفوق والجو العين وبالرف الوسط وعلى درجة حرارة 375 فهرنهايت 180 مئوية. على ما شفتوها تحمرت من فوق زين خلاص صارت ما نحتاج نخلي ايدها اللي خلينا طيبي. هذا هسه طلعتها من الفرن طبعا اخذت هذا الدهن منها كله يعني هيجي سويتها صفح هيجي وكل الدهن شلته من عندها هذا الزايد. هسه راح نبدي نخلي القطر. فكرة حلوة وجديدة خلي القطر كله نشبعها بالقطر. كانت حلوة طلعت. حطينا الفستق داير مدارها سهلة وفد شي غريب وجديد. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. طبعا راح اخلي لكم هسه بنهاية هذا الفيديو على الشاشة طريقة الشيرة القطر والسمنة العربية اللي سويتها اني فيديوهات كلها موجودة حتى تستفادون منها بهاي الوصفة. والقشطة شوفت لكم شلون وبس باعوا 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 يما 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 جمال مو يعني. شكرا للمتابعة اشوفكم فيديوهات جديدة. هذا مطبخ ليندا مع السلامة.